منورنا يا فندم في طابة. اهلا وسهلا يا فندم. دايما يا فندم بيبقى اللحظات الوطنية دي قريبة جدا من الشعب المصري، خصوصا لما يجي نص شعبان، فالدعوة بقى للشعب المصري كله. فضيلة المفتي، والحقيقة يعني احنا في فخر النهاردة، فخر كبير، لان هذه اللحظة اتت بعد كفاح طويل جدا من اولا من تضحيات قواتنا المسلحة على كافة الأصعدة، ثانيا الدبلوماسية المصرية، ثالثا التحكيم. ثلاث مراحل حقيقة كانت توجد بهذه اللحظة اللي احنا فيها اليوم، ولذلك نحن نفخر بهذه اللحظة ونعطي رسالة للأمة المصرية جميعا بأن مصر بهذا التاريخ وهذا الزخم الكبير جدا هي قادرة على أن مش تجتاز سعى فقط، على أن تقدم للعالم رؤية حقيقية، وأن تكون هي مالكة زمام المبادرة. نتقدم بخالص الهناء للشعب المصري ونقول له كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر في تقدم وازدهار في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.